مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. نبدأها بأبرز العناوين. عمر فاروق يرد لأول مرة، هل ستعود ياسمين لفريق فافا نابولي؟ حقيقة انفصال الوليد مقداد. مخططات أسول الكوسبلايز. فيديو كليب نور ستارز للأغنية الجديدة. ردت فعل جواني على حقيقة فضيحة بيسان إسماعيل. من بعد عدد كبير من الانتقادات اللي طالت عمر فاروق بالأيام القليلة الماضية بخصوص آخر تصريح لإله خلال لايف انستغرام بخصوص خطوبته اللي أعلن عنها مؤخرا، حيث كان السؤال هل زواجه تقليدي أم عن حب؟ وكانت إجابته الجبنات يزوجهم أمهاتهم. فهذه الإجابة اللي متكونة فقط من ثلاث كلمات لاقت جدل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقدوا عدد كبير من الناس، واختار عمر الرد عن طريق انستغرام برفعه لفيديو مدته 40 ثانية فقط. قبل كل شيء أنا عمر فاروق أبي أقول أعتذر إذا حسيت في كلامي أني قللت من احترام أي أحد. دام هدت الأمور يلا خبركم شنو صار في 40 ثانية. في رمضان طلعت في لايف مع علي نجم وسألني خطبت عن حب أو تقليدي وجاوبته الجبنات يزوجهم أمهاتهم. اقتباس قديم للكاتب نزار قباني. بغض النظر مرت الأيام انتشر مقطع في السوشيال ميديا واللي يعتبرون متزوجين تقليديين إهانة لهم الأمهات اللي زوجوا عيالهم بعد. لذلك اعتذرت في تويت بإني ما أقصد لكم كل الاحترام. الموضوع تطور ودخل نواحي مختلفة، البعض اعتبره مساس للدين، البعض اعتبره تعدي على العادات. عموما خلاصة السالفة، إذا رجع فيني الزمن هل بقول نفس العبارة؟ أكيد لا، بقول وجهة نظري لكن من دون استفزاز. غلط لما بوصل وجهة نظري إني أطق الوجهة نظر الثانية، هاي شيء مهم تعلمته. آخر شيء زواج قسمه نصيب صح، كل واحد يشوف اللي أريح له وأنسب له ويؤمن فيه. الله يوفق الجميع، سلام. من المعروف عن المبدعة أسو تعلقها وحبها لعالم الأنمي، فاختارت تقليد شخصيات الأنمي المفضلة لديها بطريقة جد إبداعية ومتألقة، فعم بتفاجئ متابعينها كل مرة بشكل جديد بتقليد ملابس الشخصية أو مكياجها أو حتى لون شعرها. فأسو رح تعتمد هذه السلسلة بحسابها على انستغرام لمدة طويلة، وبكل مرة رح تقلد شخصية جديدة بإعطائها لمستها الخاصة. فبآخر فترة شفناها بلوك أكرمان من أنمي أتاك أون تايتن، واللي يميزه القميص الأبيض والجاكيت البني والسروال الأبيض والبوتس وبعض الإكسسوارات على الرجل كلها. أما كلوك تاني فشفناها اعتمدت على لوك هيتانا من أنمي ناروتو، واللي يميزه قميصها البنفسجي، شعرها الأزرق وعيونها البيضاء. أما مستقبلا فرح تعتمد أسو على لوك أوبيتو من أنمي ناروتو، اللي يميز الرداء الأزرق الطويل وقناعه المستدير الأبيض. أما اللوك اللي بعده فرح يكون دازاي من أنمي بونغو ستري دوغز، واللي يميز شعره البني القصير وقميصه الأبيض وأكيد معطفه البيج الطويل. من بعد انتشار صور وفيديوهات مخلة لبنت أجنبية من طرف ناس بلا ضمير تزعم أنها بيسان نظرا للشبه اللي بيناتهم لاغتنام الفرصة والهجوم على بيسان والمساس بأخلاقها، قررت إدارة حسابات بيسان إسماعيل الرد على الموضوع عن طريق ستوريات انستغرام، وذلك بإثبات جد قوي حيث قاموا بنشر مجموعة من الصور للبنت الأجنبية وتبين أنها حاطة وشم وتم تخطيطه بسمايل لتضليل الناس ولحتى يصدقوا كذبتهم أكثر، ونشروا مجموعة من صور البنت الأجنبية. فبعد كل هذا ورغم الظروف اللي بينه وبين بيسان صعد جواني عبر ستوري انستغرام وحكى عن الموضوع. حباب كيفكم شو اخباركم؟ في كتير ناس من امبارح اليوم عم بعتولي فيديو، تمام، فيديو اباحي لممثلة اجنبية وعم يحكولي انه شوف هاي رفيقتك هاي مدري شو هاي، ما بعرف مين انا لي الشرف ناشر هذا الفيديو، تمام، وبتهم فيه انه هاي بيسان، تمام، رغم كل شيء رغم كل شيء رغم كل شيء، بس انا ما برضاها انه واحد قليل شرف مثل هذا ما عنده اخلاق ينشر هيك فيديو
ويغطي الوشم اللي على البنت الأساسية، يغطي لها الوشم منشان يظهر للناس إنه هي هي، رغم كل شيء صاير بيناتنا، بس أنا ما بسمح لهذا الشيء. وهذا الشخص القليل الذوق يعتبر هي البنت أخته اللي بيروح بشوه سمعتها، ويحترم نفسه لو 1%. تمام، أنا بالنهاية بعمل بأصلي وبقول لك إذا كان عندك أصل وكان عندك احترام عيب عليكم تنشروا هذا الشيء، وأي حدا بيصدق هذا هذا الكلب أو بينشر الفيديو بيكون كلب مشاهدات مثل حكيته. فبعد كل اللي صار ردت بيسان ولأول مرة عبر قناتها على يوتيوب على موضوع الفيديو اللي انتشر، وغير عن هيك شكرت بيسان جمهورها الكبير اللي وقف جنبها وساندها بهالمرحلة. بدي رح احكي عن موضوع كتير صار حكي وبلبلة فيه من يومين. صار يبعتولي الناس كتير فيديو فضيحة بيسان ومدري شو، وانا ما اهتميت لأي شيء لانه بتعرفوني انا بوثق بنفسي، واكيد يعني بعرف حالي شو انا عم ينبعت الفيديو لكل الناس المحيطة فيني. فانا هون لاحظت انه في ناس عم يندفع لمصاري حتى تنشر هذا الفيديو. طبعا قبل ما احكي لكم اي شيء، الفيديو عبارة عن بنت اجنبية بتعمل شغلات زائد 18 مش منيحة مش ملائمة، ومنشور إلها فيديو إنه أنا وهي فيها شبه مني. أنا عرفت مين هن اللي سببوا بانتشار هذا الفيديو، ومثل ما قلت لكم بيناتنا القضاء، بس أنا ما طلعت مشان أي حدا. شكرا كتير لكم، أنا آسفة كتير على شوي انفعلت، بس كل حدا يحط حاله محلي، موقف صعب الظلم وبس. شكرا كتير لكم. تمكنت ملكة الغيوم أو هاف برو من تخطي حاجز المليون مشترك على يوتيوب من بعد ما حققت فيديوهاتها نجاح كتير كبير ونسب عالية جدا من المشاهدات. لتشارك متابعينها فرحتها بإطلاق أغنيتها الخاصة مع فيديو كليب احترافي ليحقق نسبة عالية من المشاهدات ويصعد الترند بعدة دول عربية. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الإشاعات تزعم أن اليوتيوبر الوليد مقداد انفصل عن خطيبته، وبذلك لم يتم إلى الآن تأكيد الخبر، ولم يصرح الوليد عن حقيقة انفصاله أو نفيها، واختفى من على السوشيال ميديا من بعد انتشار الخبر. أكدت ياسمين تي في أنها لن ترجع لفريق فافا نابولي أبداً بلايف إنستغرام اللي فتحته قبل أيام من بعد ما إجاها سؤال من متابع، وصرحت أنها ستكمل مسيرتها لوحدها، وأنه من المعروف عنها إذا اتخذت قرار ما رح تتراجع عنه أبداً سواء في حياتها على يوتيوب أو حياتها العادية. من قبل 5 أشهر شاركت عائلة سوبر فاميلي أول أغنية لهم على يوتيوب لتحقق أكثر من 3 مليون مشاهدة لحد الآن، وقبل أيام أعلنوا عن عملهم على أغنية جديدة ذات طابع جديد، وشاركوا لحظات تسجيلها بآخر فيديو على يوتيوب. من بعد ما حققت أغنية نور ستارز استنى شوي نجاح كتير كبير وحققت أكثر من 30 مليون مشاهدة إلى الآن، وأحب المتابعين أداء نور، قررت نور أن تتحدى نفسها مرة ثانية والعمل على أغنية أقوى وأجمل، حيث أنهت نور التسجيل والعمل على الأغنية الجديدة قبل أيام، وباشرت بالعمل قبل أيام كمان على الفيديو الموسيقي الخاص بالأغنية. وسبب تأخير نزول الأغنية كان الأوضاع اللي عم يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا. من بعد ما نزل أحمد أبو الرب فيديو على قناته بعنوان ظاهرة حوامل اليوتيوب، وجاب سيرة يحيى وصحر بالفيديو بما أنهم رزقوا بالمولودة الجديدة مؤخرا، حصل سوء تفاهم بسيط بينهم للحظات قصيرة، وسرعان ما تفاهموا وانحلت الأمور. وهون نكون وصلنا لنهاية نشرة اليوم، إن شاء الله تكون الأخبار عجبتكم. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك مشان تشجعونا على تنزيل الأكثر، وتشتركوا كمان بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. شكراً.